بسم الله الرحمن الرحيم. كلية التجارة جامعة بنها، قسم الإحصاء. اسم المقرر: الخطر والتأمين، الفرقة الثانية. هنتابع معا الباب الثالث، المبادئ القانونية للتأمين. دي المحاضرة رقم 6. احنا خلصنا المبدأ الأول في المحاضرة السابقة، وهو مبدأ التعويض، وقلنا مبدأ التعويض بيتم تطبيقه على جميع أنواع العقود عدا عقود تأمينات الحياة. برضو أيضا مبدأ المشاركة بيتم تطبيقه أو بتخضع له جميع أنواع العقود عدا تأمينات الحياة. يبقى المقصود هنا أن مبدأ المشاركة بيتم تطبيقه أيضا على تأمينات الممتلكات وتأمينات المسؤولية المدنية. عندنا مبدأ المشاركة: إذا كان هناك وثائق متعددة لدى مؤمنين مختلفين على نفس الشيء موضوع التأمين ولنفس الخطر المؤمن ضد وقوعه ولنفس المؤمن له، فعلى المؤمنين المتعددين أو المختلفين أن يشتركوا في دفع قيمة التعويض عند وقوع الخطر المؤمن ضده للمؤمن له، بحيث يتناسب نصيب كل منهم مع مبلغ التأمين المحدد بوثيقة التأمين اللي تم إصدارها منه، بحيث لا يزيد ما يتحمله كل منهم عن نسبة من الخسارة الفعلية مساوية لنسبة مبلغ التأمين لديه إلى مجموع مبالغ التأمين. يبقى إذن معناها إن التعويض بيتم توزيعه نسبة وتناسب من مبلغ التأمين إلى مجموع مبالغ التأمين لدى المؤمنين المختلفين. ويشترط تطبيق مبدأ المشاركة أن تكون وثائق التأمين المتعددة مطابقة لبعضها البعض من ناحية المصلحة التأمينية والخطر المؤمن ضد وقوعه والشيء موضوع التأمين، وتسمى هذه الوثائق في هذه الحالة بالوثائق المتوافقة. يبقى إذن الوثائق هنا بتكون عندي متوافقة في المصلحة التأمينية والخطر المؤمن ضده والشيء موضوع التأمين، اختلافها فقط في مبالغ التأمين من شركة إلى أخرى أو من وثيقة إلى أخرى. هنا وثائق التأمين المتعددة يمكن أن تتضمن شرط بنسميه شرط المشاركة، وده بيلجأ إليه المؤمنين أو شركات التأمين بأن هي تضيفه في وثائق التأمين حتى يكون للمؤمن له مطالبة كل مؤمن على حدة بقيمة نصيبه فقط في التعويض، بدل ما هو يرجع لشركة من الشركات أو مؤمن واحد وياخد منه التعويض كاملا. لا، ده هنا بيلتزم أن ياخد من كل مؤمن أو شركة تأمين نصيبه فقط في التعويض. أما إذا لم يضاف شرط المشاركة في وثائق التأمين، يبقى إذن في الحالة دي المؤمن له ممكن يرجع على مؤمن بعينه ويختار ويطالبه بقيمة التعويض كاملا. بعد كده المؤمن اللي هو تم دفع مبلغ التعويض كاملا بيرجع للشركات الأخرى أو المؤمنين الآخرين ويحصل منهم على نصيبهم من التعويض. برضو هنراعي عند تطبيق مبدأ المشاركة نفس اللي احنا طبقناه في مبدأ التعويض السابق، وان المؤمن له لا يستحق تعويضا كاملا على الخسارة الفعلية المتحققة الا اذا كان التأمين في مجموعه
إما يكون كافيا أو فوق الكفاية أو دون الكفاية مع عدم تطبيق شرط الإيه النسبي. كلمة التأمين في مجموعه إن مجموع مبالغ التأمين بتتم مقارنتها بقيمة الشيء موضوع التأمين. إذا كان في الحالة دي بنقول التأمين كافي، إذا كان إن هنا مجموع مبالغ التأمين بتساوي قيمة الشيء موضوع التأمين، أو التأمين فوق الكفاية إذا كان مجموع مبالغ التأمين أكبر من قيمة الشيء موضوع التأمين، والتأمين دون الكفاية يبقى هنا مجموع مبالغ التأمين بتكون أقل من قيمة الشيء موضوع التأمين. يبقى إذن هنا في الحالة دي بنقول إن التعويض بيساوي الخسارة الفعلية، نفس التطبيق اللي احنا طبقناه في مبدأ التعويض. أما إذا كان التأمين في مجموع أو مجموع مبالغ التأمين دون الكفاية، يبقى برضو هنا يبقى العقد هنا بيبقى في عندي حالتين، إما اللي هو وفقا لشرط الإيه النسبي. يبقى إذن هنا في الحالة دي بنقول إن هنا إن المؤمن له لا يحصل على مبلغ الخسارة الفعلية كاملة، بل بياخد إن هو مبلغ أقل. يبقى إذن هنا في الحالة دي بنقول بنطبق القانون ونقول إن التعويض بيساوي الخسارة الفعلية، بدل ما بنقول مبلغ التأمين لا ده هنقول مجموع مبالغ التأمين، وهنقسم على مجموع أو قيمة الشيء موضوع التأمين وقت وقوع الخطر. أما إذا كان أما بالنسبة بقى لحساب نصيب كل مؤمن من التعويض، فهيبقى عبارة عن التعويض المستحق هيتم ضربه في مبلغ التأمين لدى المؤمن على مجموع مبالغ التأمين لدى جميع المؤمنين، أو هي نسبة وتناسب. عندنا التطبيقات اللي هي الخاصة بمبدأ المشاركة. عندي التطبيق الأول من المثال رقم 5 بالكتاب المقرر، بيقول لي هنا إن شخص هيأمن على مصنعه ضد الحريق لدى 3 مؤمنين. عندي أو المؤمن ألف، المؤمن ب، المؤمن جيم، يبقى عندي 3 مؤمنين بوثائق تأمين متوافقة. يبقى إذن هنا الوثائق متوافقة على نفس الخطر اللي هو يؤمن عليه، على نفس الشيء موضوع التأمين والمصلحة التأمينية واحدة، ويبقى إذن هنا ولنفس المؤمن له. يبقى إذن هنا في توافق كامل بالنسبة لوثائق التأمين، والاختلاف يبقى فقط في المبالغ بتاع التأمين. عندي يبقى مبلغ ألف عبارة عن 20,000 جنيه، مبلغ ب 40,000 جنيه، مبلغ جيم 80,000 جنيه. هنا بقى بيقول لي إذا حدث حريق بالمصنع أدى إلى خسارة قدرها 70,000 جنيه. فهنا بنقول إذا حدث حريق بالمصنع أدى إلى خسارة قدرها 70,000 جنيه، وعندي قيمة المصنع عند وقوع الحريق بتساوي 140,000 جنيه. يبقى أول حاجة عايز أجيب برضو مبلغ التعويض المستحق وتحديد التزام كل مؤمن في التعويض. أول حاجة بعملها بجيب مجموع مبالغ التأمين، ومجموع مبالغ التأمين بتساوي مبلغ التأمين لألف زائد مبلغ التأمين لب زائد مبلغ التأمين لجيم. هلاقي إن مجموع المبالغ بتاعتي هلاقيها إنها بتساوي 140,000 جنيه. قيمة المصنع عند نشوب الحريق بتساوي 140,000 جنيه. يبقى إذن في الحالة دي بقى أقارن مجموع مبالغ التأمين بقيمة المصنع وقت وقوع الحريق، هلاقي إن هنا المبلغ مجموع مبالغ التأمين بتساوي قيمة المصنع عند وقوع الحريق. يبقى بنقول عندي في الحالة دي إن أنا أطبق هنا يبقى التأمين كافي، يبقى بنقول عندي التعويض بيساوي الخسارة الفعلية. يبقى إذن هنا التعويض هيساوي 70,000 جنيه. يعني إذن في الحالة دي بيقول إن هنا المؤمنين أو شركات التأمين هيتحمل بمبلغ التعويض كاملا أو الخسارة كاملة، والمؤمن له لا يتحمل أي من الخسارة. لكن أنا عايز أجيب بعد كده تحديد التزام كل مؤمن في التعويض.
لتحديد يبقى التزام كل مؤمن في التعويض وفقا لمبدأ المشاركة، هيبقى التزام كل مؤمن بيساوي التعويض في مبلغ التأمين لدى المؤمن على مجموع مبالغ أو التأمين لدى جميع المؤمنين. يبقى عندي التزام المؤمن ألف، يبقى التزام ألف هيساوي التعويض اللي هو 70,000 جنيه بيساوي مبلغ التأمين لدى ألف اللي هو 20,000 جنيه على مجموع مبالغ التأمين اللي هي 140,000 جنيه، هيطلع لي التزام ألف بيساوي 10,000 جنيه. التزام المؤمن به وهو عبارة عن برضو التعويض 70,000 جنيه في مبلغ التأمين لدى به اللي هو 40,000 جنيه على مجموع مبالغ التأمين، هيطلع لي الناتج 100 بيتساوي 20,000 جنيه. بعد كده التزام المؤمن جيم 70,000 جنيه في مبلغ جيم بمبلغ تأمين جيم 80,000 جنيه على 140,000 هيطلع لي اللي هي 40,000 جنيه. يبقى إذن التزام ألف زائد التزام جيم زي التزام به زائد التزام جيم هيساوي 70,000 جنيه اللي 10,000 زائد 20,000 زائد 40,000 جنيه. التطبيق الثاني من المثال رقم 6 بيقول لي هنا أمن شخص على مصنعه ضد الحريق لدى 3 مؤمنين، أيضا عندي ألف وبه وجيم ووثائق تأمين متوافقة، مبلغ التأمين لألف 20,000، مبلغ التأمين لبه 40,000، مبلغ التأمين لجيم 80,000 جنيه، وإذا حدث حريق أدى إلى خسارة مقدارها 70,000 جنيه، وكان قيمة المصنع عند نشوب الحريق بتساوي 120,000 جنيه، والمطلوب حساب مبلغ التعويض المستحق وتحديد التزام كل مؤمن في التعويض. يبقى عندي أول حاجة بعملها بجمع مبلغ التأمين لألف زائد مبلغ التأمين لبه زائد مبلغ التأمين لجيم، هلاقي إن مجموع مبالغ التأمين بتساوي 140,000 جنيه، في حين ان قيمة المصنع بتساوي وقت وقوع الحريق بتساوي 120,000 جنيه. يبقى هنا في الحالات بقول التأمين فوق الكفاية، يبقى اذا معناها اذا كان التأمين فوق الكفاية يبقى التعويض بيساوي الخسارة الفعلية، يبقى اذا هنا هيساوي برضو التعويض هيساوي 70,000 جنيه. يبقى برضو شركات التأمين هتتحمل بمبلغ التعويض مبلغ الخسارة كاملة، والمؤمن له لا يتحمل بأي خسارة. بعد كده باجي أحسب نصيب بقى كل مؤمن من التعويض، يبقى عندي التزام برضو كل مؤمن بيساوي التعويض في مبلغ التأمين لدى المؤمن على مجموع مبالغ التأمين لدى جميع المؤمنين. التزام ألف هيبقى عندي 70,000 في 20,000 على 140 بيساوي 10,000، هنا برضو 70,000 في 40,000 على 140,000 بيساوي 20,000، هنا عندي جيم 70,000 في 80,000 على 140,000 بتساوي 40,000 كما سبق حسابه في السابق، ومجموع التزامات المؤمنين هو بيساوي اللي هي 70,000 جنيه اللي هي 10,000 زائد 20,000 زائد 40,000 جنيه. التطبيق الثالث بيقول لي هنا برضو قدام المثال رقم 7 بالكتاب المقرر، بيقول لي هنا أمن شخص على مصنعه ضد الحريق لدى 3 مؤمنين، عندي ألف وبه وجيم بوثائق تأمين متوافقة، ومبالغ التأمين فيها هي 10,000 جنيه، 20,000 جنيه، 40,000 جنيه. يعني عندي برضو هنا في حريق تم في المصنع وأدى إلى خسارة قيمتها 70,000 جنيه، وهنا إذا كان قيمة المصنع عند نشوب الحريق بيساوي 140,000 جنيه، والمطلوب حساب مبلغ التعويض المستحق وتحديد التزام كل مؤمن في التعويض إذا كانت الوثائق لا تتضمن شرط النسبية أو الوثائق تتضمن شرط النسبية. أولا لازم أتأكد الأول من كفاية مبالغ التأمين، يبقى هاجي أجمع مبلغ التأمين لألف زائد مبلغ التأمين لبه زائد مبلغ التأمين لجيم، هلاقي إن مجموع مبالغ التأمين هي عبارة عن 10,000 زائد 20,000 زائد 40,000 بتساوي 70,000 جنيه.
وقيمة المصنع عند نشوب الحريق بيساوي 140,000 جنيه. يبقى إذا مجموع مبالغ التأمين أقل من قيمة الشيء موضوع التأمين وقت وقوع الخطر أو الخسارة. يبقى إذا هنا هنشوف بقى العقود بتاعتي. إذا كانت وثائق التأمين لا تتضمن شرط النسبية، يبقى في الحالة دي بنقول عن إن التعويض بيساوي الخسارة الفعلية. يبقى إذن التعويض هنا هيساوي 70,000 جنيه. يبقى إذن هنا تتحمل شركات التأمين مبلغ 70,000 جنيه، وهنا في الحالة دي لا يتحمل المؤمن له أي خسائر في ظل إن وثائق التأمين لا تتضمن شرط الإيه النسبي. يبقى إذن التزام كل مؤمن من المؤمنين هيبقى عبارة عن التعويض المستحق في مبلغ التأمين لدى المؤمن على مجموع مبالغ التأمين. يبقى عندي اللي هو التزام ألف أو المبلغ اللي هو يتحمله ألف أو نصيب ألف عبارة عن 70,000 جنيه في مبلغ التأمين لألف اللي هو 10,000 على مجموع مبالغ التأمين اللي هي 70,000 جنيه. هيطلع نصيب ألف من التأمين بيساوي 10,000 جنيه، من التعويض 10,000 جنيه. هنا عندي التزام به هيبقى برضو 70,000 في مبلغ التأمين لدى به اللي هي 20,000 جنيه على مجموع مبالغ التأمين، هيطلع لي نصيب به بيساوي 20,000 جنيه. التزام جيم برضو 70,000 في مبلغ التأمين لدى به 40,000 جنيه على مجموع مبالغ التأمين 70,000. يبقى إذن هنا ما يطلع لي التزام جيم بيساوي 40,000 جنيه. الحالة الثانية وهو بقى إذا كان وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية. يبقى إذن هنا وقلنا قبل كده قلنا إن شرط النسبية إن المؤمن له بيتحمل بنسبة من الخسارة، عشان كده بطبق قانون اللي هو إن التعويض بيساوي الخسارة الفعلية فيه بدل مبلغ التأمين هيبقى مجموع مبالغ التأمين على قيمة الشيء موضوع التأمين. يبقى إذن هنا في الحالة دي وهنا التأمين برضو هنقول عندي ده، أنا بذكركم إن التأمين في الحالة دي إذا كنا بنطبق شرط النسبية لازم يكون التأمين دون الكفاية. أما إذا كان التأمين كافي أو فوق الكفاية وعندي برضو الوثائق تتضمن شرط النسبية هنقول إن التعويض بيساوي الخسارة الفعلية. يبقى إذن هنا في الحالة دي بحيث ان هو لا بحد اقصى مبلغ التأمين طبعا او مبالغ مجموع مبالغ التأمين. يبقى في الحالة دي بقول عندي ان التعويض هيساوي الخسارة الفعلية 70,000 على مجموع مبالغ التأمين اللي هي 70,000 على قيمة الشيء موضوع التأمين اللي هو بيساوي وقت وقوع الخطر 140,000. هلاقي ان هنا هيطلع لي عندي التعويض بيساوي 35,000 جنيه. يبقى إذن هنا شركات التأمين تتحمل شركات التأمين مبلغ 35,000 جنيه ويتحمل المؤمن له 35,000 جنيه، ويتم توزيع بقى اللي هي أو حساب نصيب كل مؤمن في التعويض أو التزام كل مؤمن عن طريق التعويض في مبلغ التأمين لدى المؤمن على مجموع مبالغ التأمين لدى جميع المؤمنين. يبقى نصيب ألف من التأمين من التعويض هيبقى عندي التعويض اللي هو 5,000 جنيه في مبلغ تأمين ألف اللي هو 10,000 على مجموع مبالغ التأمين 70,000، هيطلع نصيبه 5,000 جنيه. التزام به 35,000 في مبلغ التأمين لدى به 20,000 على مجموع مبالغ التأمين 70,000، هيطلع نصيب به من التأمين 10,000 جنيه. التزام جيم هيبقى 35,000 اللي هو التعويض في مبلغ التأمين لدى جيم 40,000 على مجموع مبالغ التأمين 70,000، هيطلع لي ان هو التزام جيم 20,000 جنيه. يبقى التزامات المؤمنين بيساوي 5,000 زائد 10,000 زائد 20,000 بيساوي 35,000 جنيه اللي هو مقدار التعويض اللي هتدفعه شركات التأمين إجمال. في النهاية يتم تذكيركم اعرف أنك تعتقد أنك فهمت ما قلت.
ولكن لست متأكد من ذلك إلا إذا حاولت حل جميع تمارين الكتاب المقرر لتكتمل الاستفادة المنشودة. وفي النهاية نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.